لو الحكاية فيها إن فيتو سعيد لحمد. قالوا لي الراجل اللي جاي رئيس النادي ده مش تبكي ولا بيعمل لنا حاجة ولا بنتعلم واحنا عارفينك واقف معانا وسليمان وهدان عارف أنا اللي واقف وبروح في كل مكان في الدولة عشان السيد الرئيس يخفف العقوبة والدكتور محمود حسين عارف وأحمد فرغلي عارف ودي عارف وعارفين إن أنا الوحيد اللي واقف في مصر كلها عشان قضية الواد ده تتحل له دول ومنشد مش مشكلة.